عبارة لأول مرة، شو المقصود من الجيل التالي؟ الجيل التالي هو الجيل اللي رح يجي ما فيما بعد في المستقبل. احنا ربينا على ايدي رجال الله افاضل وخدمونا بكل قلبهم وزرعوا فينا وحطوا فينا كلمة الله ونمونا في 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 جميع جوانب الخدمة، لكن الخدمة لن تتوقف هنا، يجب ان تستمر. وبنشوف في حياتنا امثلة كثيرة صالحة انه في اشخاص وهم ما زال احياء على قيد الحياة، بنشوفهم بيسلموا المشعل الى جيل تالي، الى جيل جاي جديد. للأسف في بعض الأشخاص ما بيسلموا المشعل إلا لما ينتقلوا من هاي الحياة، لكن المثال الكتابي الحي الموضوع أمامنا اليوم هو أنه كيف نحن الشباب نستلم هذا المشعل، هذه الأمانة، هذه الخدمة، هذا الشيء المميز اللي الرب أعطانا إياه ونمشي فيه ونستمر إلى خدمة أجيال قادمة.